يا لطيف مأواك، صار لك ساعة عم تلفي وتدوري وما قدرت أخذ منك لا حق ولا باطل. أعطيني كلمة أخيرة، أنت مهتمة بزياد ولا لا؟ لا عادي. أي وليش عطيتي وش لك؟ أول شي شبه منعرفه، وتاني شي هو ابنه لخالي أم زياد، وأنت بتعرفي قديش أنا بحبه. معذابي وعمره مناسب ووضعه المادي مرتاح. لا 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 لحظة، أنا المادة آخر شي بفكر فيه. يعني مهتمة فيه عن جد؟ لا عادي. بعدين بفرض يعني مثلا أنا مهتمة فيه، أنت شو اللي واجعك؟ ما هو بالآخر إلا ما يجي حدا يهتم فيني أو أنا أهتم فيه، أنت شو اللي مكركبك؟ لك ما بعرف، بحس إنه هيك الشاب اللي بيلفت انتباهي لازم يكون حدا كتير مميز، مو زميل بالكلية ولا ابن جيران ولا لا، لازم يكون غير شكل. شو يعني من المريخ مثلا؟ هلا هيك؟ طول عمرك هيك أنت؟ ها؟ أنا بضل بضبطك وبوشكك وأنت بضل بتتمسخر علي. لا لا مالي عم تمسخر، بس يمكن لأني أنا أختك الكبيرة وأنت بتحبيني كتير وبتشوفيني غير كل الناس، فبتتخيلي إنه أنا لازم أرتبط بحدا يكون غير كل الناس. بس صدقيني الحقيقة غير هيك تمام. صدقيني طول فترة مراهقتي أنا عم شوف البنات كيف عم يتزوجوا زواجات تقليدية، عم يتزوجوا ينستروا ويجيبوا أولاد، مع أنهم كلهم كانوا بيحلموا بشاب غير تقليدي وغير عادي، وقصة حب ما كان فيه مثل أبدا. يعني أنت مو هيك بتحلمي؟ طبعا بحلم، بس أوقات بفكر أنه لازم أكون واقعية مشان ما أنصدم بالمستقبل. لا دخيلك لا تكوني واقعية، ما بيلبق لك بنوم. هلا شو لك مني؟ قولي لي انت شو قصتك؟ احكي لي. عن شو بدي احكي؟ نهلة انا مالي نبيلة، قعداتك ورا الكمبيوتر ممكن لدراسة، اكيد في شي تاني، فاحكي لحالك. على سيرة نبيلة، لكي هذا الفستان كيف ليز؟ والله تعال.